صار مين؟ 25/8/2012 مكان وقوع أحد القذائف على أحد المنازل في سرمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويستمر القصف على سرمين لليوم السادس على التوالي. حسبنا الله ونعم الوكيل. قذيفة نزلت على هذا المنزل فدمرته تدميرا كاملا فوق رؤوس ساكنيه، والعالم يتفرج ويغط في سباته المريب. حسبنا الله ونعم الوكيل. سرمين 25/8/2012